دشنت دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة مبادرة فرحة عيد في دورتها الخامسة بحلتها الجديدة، وتسعى المبادرة لمساعدة 1500 طفل من خلال تخصيص حافلة توعية تحمل شعار الحملة، وتجوب المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة والمراكز التجارية ومختلف المناطق السكنية بغرض التسويق للحملة، وذلك بدءا من الشهر الجاري وحتى يوليو القادم. وتستهدف مبادرة فرحة عيد الأطفال الأيتام ومعدومي الدخل والمستفيدين من خدمات الدائرة، كما تأتي الغاية من المبادرة هو إسعاد الأطفال بالحصول على ملابس جديدة للعيد، وتعزيزا لمبادئ التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.